احنا يمكن في الفاصل قبل ما نطلع مع حضراتكم كان الحديث الاوحد الخاص بالقرارات الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم وتحديد لجنه مسابقات القسم الثاني المعنيه بمباراه السكه الحديد والترسانه. سريعا يا كباتن هاخد كلمه من حضراتكم عن هذه الصوره وعن هذه القرارات. يعني انا وجهه نظري ان لابد ان احنا يكون في تعاون كبير جدا، ان نادينا بوقت كبير قوي ان الجماهير ترجع. ما ينفعش الجماهير ترجع ويبقى في قدام شاشات العالم كله بعد نهايه كاس عالم قطر 2022 ويبقى شكلنا كده. ايا كانت مين المخطئ، انا شايف ان الحاجه الجميله جدا ان اللجنه المسابقات اجتمعت بسرعه، قراراتها سريعه جدا. برضو على الطرف الاخر لابد برضو ان نبص بنظره للتحكيم. الدوري السنه دي الممتاز به صعب جدا، لابد ان نختار له اعلى كفاءات تحكيميه حفاظا ان الفرق بتصرف، اجهزه فنيه بتتعب، لعيبه مجهودها بيروح، فبرضو لابد ان نظره لتوفير. لكن كهي كصوره مؤسفه صورة وغير مؤسفه صعبه وليس لها مبرر، حتى لو انت عندك اي حقوق ليس لها مبرر صعبه جدا جدا جدا. بس انا شايف ان السرعه في اتخاذ القرار كمان وقبل 24 ساعه كان حاجه مهمه جدا من اتحاد الكوره. دكتور احمد، اكيد الموقف ما حدث لو جينا بصينا في الاخر، اللي انا شايف ان الموقف مخزي بالنسبه للي حصل في الملعب. انما برضو انا ليا تعليق كبير جدا 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 على اللي حط الحكم ده خصيصا لمباراه زي دي. الحكم ده من ناشئين نادي الترسانه وفي مشاكل بينه وبين نادي الترسانه من انت بتفجر حدوته ثانيه. انا بفجر، لا دي حدوته مهمه جدا ولازم ناخدها في عين الاعتبار. طبعا السنه اللي فاتت الحكم ده عمل مشكله بين مباراه لافين والواسطه، المباراه كانت 4-3 وفي الدقيقه 96 حسب ضرب الجزاء مشكوك في امرها واللاعيبه بتاعت الواسطه اتخانقت معاه وحصل مشكله برضو، وبرضو راح عمل محضر في الاسم، وفي واحد محبوس دلوقتي يعني في واحد ضرب، بس برضو في واحد محبوس وراحوا له اهله وراح له الكباتن في نادي الواسطه وبرضو ما رضيش يعفو عن الراجل فالراجل اتحبس. انا بس بقول دي حاجه تذكر. تاني بناكد ان الصوره مؤسفه ومش مقبوله باي حال من الاحوال، ولكن خلينا نرجع. طيب ماشي. انا باكد على كلام عليك، ولكن في النهايه احنا بنتكلم هو حكم لو هو من ناشئين الترسانه ازاي المفروض منتمي للنادي ويدير ليها مباراه. اكيد دي نقطه، اكيد نقطه مهمه مختلفه خالص بقى في سير التحقيقات اللي المفروض هتسير في الفريق. ادي رقم واحد. رقم اثنين، خلينا نتفق ان في اثنين على راس الانديه في الفرقتين، اثنين المفترض ما بيبقوش موجودين، اثنين شغالين في لجنه الحكام سواء في نادي السكه او سواء في نادي الترسانه. لا بص خلينا نقاط ونحط ايدينا بكل شفافيه على الامور. انا عايز هنا ليس طرف لصالح احد ولا لينا مصلحه في اي حاجه غير ان احنا بنلقي الضوء بشفافيه على كل الامور، ولابد من الاتحاد المصري لكره القدم يسمع ويعي ويحط هذه الامور في اعتباراته عشان ما نلاقيش نفسنا قدام ازمه زي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. خلي بالك انا بتكلم على الاسباب. انا كل النتائج مؤسفه بس انا بتكلم على الاسباب بالمؤديه لحاجه زي كده. اختيار الحكم في حد ذاته كان خطا، وجود ناس منتميه لمنظومه التحكيم في الانديه حاجه خطا. رسالتك وصلت ونقطه مهمه جدا. الثالثه ودي المهمه جدا، كنت اتمنى ان الكاميرات تتفرج في الملعب كله. اعتقد نادي الترسانه مليان كاميرات، وده هيحصل اكيد لما بيحصل تفريغ من كل الجوانب. احنا شفنا كابتن احمد على السوشيال ميديا. نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا. ازاي مدير فني لفريق ما يدخل لحكم ما بين الشوطين؟ هنشوف. ايوه هنشوف. طبعا مشهد مؤسف ما كناش نتمناه مع عوده الجماهير اللي احنا بننشد بيها يعني الفتره اللي جايه، لكن كمان لازم نحيي اتحاد الكوره على سرعه اتخاذ القرارات. دي حاجه مهمه جدا، سرعه اتخاذ القرارات وقرارات رادعه. لكن كمان زي ما عاقبت الناديين وعاقبت لازم اجيب الحكم بعد بقى الامور ما تهدى خالص واشوف انت تسببت في مشكلتين، لازم اشوف المشكله فين بالظبط. في مشكله عند اكيد عند الاجهزه الفنيه، واكيد في مشكله عند التحكيم، فلازم نركز في الفتره اللي جايه في مشكله التحكيم، لان المباريات كلها حساسه، المباريات كلها حساسه وعندنا صعوبه جدا وعندنا هبوط والقصه كبيره، فلازم التركيز بشكل كبير جدا فيها.